فاحنا بنقول النهارده في حاجات احنا اتكلمنا في اجراءات، واتكلمنا في مرافعات، واتكلمنا في اداري، واتكلمنا في اسره، واتكلمنا في لغه انجليزيه، كل ده احنا اتكلمنا فيه. ولكن في اساسيات احنا لازم نعرفها، لان احنا هنتعامل فيها يوميا، هنتعامل فيها يوميا. والنبي الاساتذه اللي فوق خلي بالكم معانا برضو، ماشي ماشي، عايزين ده هنطلع نتعامل مع اللي احنا هنقوله دلوقتي. هتتعامل يوميا مع الشرطه، هتتعامل مع النيابه، هتتعامل مع المحكمه بكافه درجاتها، هتتعامل مع الخبراء، هتتعامل مع اي مؤسسه يرتبط بها عمل يتعلق بمهنه المحاماه. خلينا في الشرطه. الشرطه التعامل معانا كتير، مع المحامين كتير، يعني الشباب كمان تحديدا، يعني احنا كل بالجهات دي كلها في قانون بينظم العلاقه بين المحاماه وبين الاجهزه دي. الشرطه احنا دورنا في الشرطه، احنا ما فيش قانون بيوحي لنا اننا نحضر اجراءات من اجراءات الاستدلال بتاع الشرطه، مفيش قانون. يعني المحضر اللي بيعمله الضابط، محضر ضبط، محضر تحريات، اي محضر بيعمله ضابط الشرطه، مش من حقك كمحامي تروح تقول له المتهم ده انت عامل، ما تعمل محضر وانا عايز احضر. لا، قانون ما فيش كده، ده محضر جامع الاستدلالات ما فيش كده. كل علاقاتنا بالنسبه للشرطه، احنا ما فيش قانون بيسمح لينا ان احنا نتواجد في اجسام الشرطه اثناء تحرير محضر يخص متهم ليك او غيره. انت قالك تروح الشرطه في ايه؟ حضرتك في معاك توكيل من احد الاشخاص رايح تعمل له محضر، حقك تروح تطلب ان انت معاك توكيل عن فلان، وبتعمل محضر، وموضوع المحضر كذا، وبيسالك حضر الينا فلان الاستاذ فلان الفلاني وقرر انه يريد عنده اقوال تتعلق بفلان الفلاني وموجب توكيل عام رسمي رقم كذا. يثبت حضور حضرتك بالتوكيل وعن الشخص اللي عمل لك التوكيل، وبيقول لك ما مضمون بلاغك بعد. عايز تقول ايه؟ بتقول حضرتك بلاغك كله، انت حاسس طبعا الواقعه انت عارفها، بيسالك وينتهي اذا كان المحضر شكوى اداري او بيكتبها لك، اذا كان انت بتعمل شكوى تتعلق بمحضر بيعملها لك، بتعمل تقدم عايز تعمل محضر بايصال امانه بيعمله لك، ده حقك برضه تاخد ايصال امانه وتقدم طلب وتتسئل في المحضر ده وتتهم الراجل المتهم اللي هو محرر اللي هو في ايصالات امانه، وتقول ان الراجل ده احنا في ايصال امانه محرر ضده بتاريخ كذا بمبلغ كذا، ولغايه الان ما وفاش الايه؟ او ما سددش مبلغ، وتعمل المحضر اللي هو العادي ده وخلاص. وبعد كده المحضر بيروح النيابه وينزل جلسه واجراءات العاديه. طيب، يبقى كل ما هو خاص بوكاله المحامي عن الموكلين او عن اي شخص، كل ده من حقك انك تروح الاسم وتعمل بيه محضر. لكن تعالى بقى شوف المشاكل اللي بتحصل للمحامي. طبعا احنا عارفين ان قرارات النيابه لما بتدي قرار باخلاء سبيل المتهم، المحكمه بتدي قرار باخلاء سبيل المتهم. في حكم كان صادر على متهم وخلص العقوبه وبيرجع
عشان يخلى سبيله، فبيخلى سبيله من الاسم التابع ليه. طيب هنا احنا كمحامين ما لناش دور في الموضوع ده خالص. طيب اجراءات بتعملها الشرطه، جاي يخلى سبيله كفاله تسدد الكفاله، بيطلع يتعرض على المباحث تشوفوا اذا كان هو مطلوب في قضايا تانية ولا مشلوب في قضايا تانية. مطلوب في قضايا تانية بتحجزه ويطرح حاله على الاسم اللي هو ليه فيه قضيه عشان يعمل فيها اجراء. طيب الموضوع مش كده. طب الموضوع لما يجي للاسم مجموعه من المتهمين، اخلاء سبيل من النيابه بعد سداد الضمان المالي، بيسددوا الضمان المالي خلاص خلصوا كده. فاضل ايه بقى بعد سداد الضمان المالي؟ بيجي رئيس المباحث بيعمل فتره للعرض، اسمها فتره العرض. فتره العرض كل اللي اخلى سبيلهم ايا كان من النيابه او حكم او قرار من المحكمه اخلاء سبيل، كل دول بيتعرضوا على النيابه في على المباحث في فتره مسائيه. بتيجي الفتره المسائيه بيجيب عرض ويخش الاسماء عند، بيكون قبل كده بقى بلوكمان التنفيذ كشف على كل اللي تم اخلاء سبيلهم. كل اللي تم اخلاء سبيلهم بيكشف عليهم، بيجي قسم التنفيذ بيقوم كشف عليهم. اللي عليه قضايا في اسم تاني بيحجزوا، اللي عليه قضايا في نفس الاسم التابع ليه اللي هو فيه دلوقتي بيحجزوا عشان يروح يعمل معارضه بكره او يعمل استئناف. اللي بيجي من الخارج بيترحل على الترحيلات، والترحيلات بتوديه على الاسم التابع ليه اللي هو عشان يروح يعمل معارضه او استئناف، او اذا كان عليه حكم واجب النفاذ فبيتم تنفيذ الحكم، أو إذا كان عليه حكم واجب النفاذ فبيتم تنفيذ الحكم. طب إحنا بقى دورنا إيه في العرض بالليل؟ ملناش دور. لا، إحنا دورنا بقى المشاكل اللي بتحصل. بيروح محامي يطلع فوق يقابل المخبرين ويسأل، أقول أنا ليه متهم هنا ولسه ما خلاش سبيل والكلام ده كله. طيب وجودك هنا ليس له محل من الاعراب، لا قانون ولا عرف ولا اي حاجه خالص. ليه؟ لان الاجراء ده اجراء بيكون بيه الشرطه، هي اللي تقوم بيه، منوط بيها، هي اللي تقوم بيه مش انت. يروح بقى يقول لك انا عايز الراجل بتاعي ده ولسه ما اتعرضش، يقوم المخبر يقول له ده لسه ما اتعرضش، ده هيتعرض بالليل الساعه 11. يقول له ازاي؟ طب انا قاعد. يقعد الساعه 11 وكل شويه يتكلم مع ده ومع ده عشان عايز الراجل يخلى سبيله. هنا ودي وقائع بقى انا هقولها. الاسم من جوه كله فيه كاميرات، من جوه من بره كله فيه كاميرات، يعني ما يحدث داخل الاسم سواء مع المحامي او مع ضابط الشرطه او مع بلوكمان التنفيذ او مع مخبر متصور. فجه محامي وقال برضه طالع في العرض وقال انا لسه ما، فقابل المخبر قال له اللي انت عايزه انا هديه لك بس خرجني من الراجل ده. والحديث خد بعضه ولا يعني وصلوا ان هم هي، فالمخبر قال له ما ينفعش، ده الضابط لسه ما جاش ولسه العرض ما خلصش. وقال له لا، ما هو ما ينفعش يقعد، ما ينفعش يقعد كده، مش من حق الضابط يحجزه. وطبعا خدتنا حمية الشباب ومفيش القانون هنا مفيش، وابتدى الخلاف مع المحامي ومع امين الشرطه والمخبر، الناس المخبرين اللي قاعدين ايه في تحت. فطبعا الموضوع خد وصل لتشابك بالايد، تشابك بالايد مع المحامي ومع افراد الشرطه. طبعا لما وصل لكده طبعا المامور خد خبر ورئيس المباحث خد خبر والنيابه خدت خبر واحنا خدنا خبر،
وتم حجز المحامي. تم حجز المحامي رسمي بمحضر. ما هو امين شرطه اتضرب وتعور اصيب، فلازم يروح يعمل تقرير طبي، فعمل تقرير طبي. فالوضع الطبيعي ان انا احجز المنتهى، اجراءات كده وضع طبيعي، احجز المنتهى. اتحجز المنتهى اللي هو المحامي، واحنا طبعا عرفنا قمنا جرينا. طبعا لما تروح انت بقى تتفاوض مع الشرطه، بتتفاوض كشرطه وكنظام، وان الراجل بتاعي لو غلط انا بحاسبه، واحنا الراجل بتاعنا لما بيغلط ما بنحاسبوش. لازم تبقوا عارفين كده. لكن دلوقتي فلما احنا لقينا وهم بقى عملوا محضر، وتعمل محضر تعدي على افراد الشرطه، تكسير الكاميرات، تعدي على فلان وصور كذا كذا، واستعمال قوه، وموال بقى ادالك يجي خمس ست اتهامات، والاتهامات تروح محكمه الجنايات. ما هو تعدى على موظف اثناء تأديت عمل وهو من رجال الضبط القضاء، ما يروح محكمه الجنايات. ماشي، احنا بقى قعدنا نتفاوض لغايه ما وصلنا، ودخل وعم الدوله والمدير الامن، لازم وضعها شكل كبير. وانت كنقابه لازم تلم وانت غلطان، ماشي مش مشكله، لكن الامور دي كلها المهم احنا وصلنا فيها الحل، وتعرض على المحكمه الصبح على النيابه، والنيابه ده 4 ايام، والمحكمه اخذت سبيل. تعالى انت بقى هنا كمحامي تتعامل ازاي؟ مع العلم بان في محامين بيخشوا اسم الشرطه وبيتقابلوا مقابله محترمه جدا جدا جدا، وبتفتح لهم الابواب، وبيعمل اللي هو عايزه من غير قانون. ايه يا استاذ؟ ايه؟ لا 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 لا، بص يا استاذ، ما هو لو بفلوس تبقى انت اللي غلطان. يبقى انت مش مؤهل انك تتعامل وتجيب حقك بالاحترام وبالادب. لا يا استاذ، بقول لك ايه، في ناس فينا كده، معلش يعني، عايز اقول لنا بتعمل ايه؟ بتتفاوض على الموكل بتاعه، وما تقولوش لا فيه. وفي ناس بتبيع الموكلين بتوعها، في ووقائع ثابته، والقضايا النيابيه بتتحقق. مش عايزين حد اللي يتكلم ما فيش حد. ايه؟ احنا مش انبياء، احنا بننشد العد بتاع ربنا. انما اللي بينحرف بينال جزاء. طب ما في عندنا محامين محبوسين كتير، وفي وكلاء نيابه محبوسين، وفي قضاة محبوسين. يعني كل ده احنا بنتكلم، مش انا بتكلم عن المحامين اللي هم دول الفئه اللي تخصني او تخص نقابه المحامين اللي احنا حريصين عليهم. لكن ما احنا احسن من غيرنا كتير، انت عارف يعني. مين؟ تعال يا استاذ، تعال قول. ايه اللي اعتدى على ايوه. لا في، طيب ماشي. هنا انا يا استاذ ما خلصتش. بص يا استاذ بقى، عشان تبقى عارف، احنا منبهين على المحامين كده، ما تجناش مجنى عليه. بتستنى يا استاذ، ما تجناش مجنى عليه. تعالى ضارب واحنا هنقف معاك، وخلي بالكوا احنا بنقف الحمد لله، وبنقف كويس قوي قوي قوي. وخلي بالكوا بقى عشان تبقوا عارفين بقى، عشان تبقوا عارفين احنا مرحبين.
عشان تبقوا عارفين بقى للشباب، بس اسمعوني بقى، اسمعوا اسمعوا عشان تفهموا. اسمع بقى، انت لما تيجي في ضباط مثلا وفي امناء شرطه، معلش يعني لا لازم تتعامل معاهم بمنتهى القوه وبمنتهى العمق. لو في العيس احنا لسه عندنا محامي بنا ضارب نائب مأمور ومكسر ومكسر الكمبيوتر ومكسر المكتب ومجلسته من اسبوعين يعني. فاحنا بنقول ايه بقى؟ احنا بص يا استاذ، احنا خد عندنا المثل بتاعك اللي بنقول عليه ده، في يقول لك انصر اخاك ظالما او مظلوما. احنا بنعمل كده بقى، ظالما او مظلوما. المفروض انصر اخاك مظلوما، رد الظلم عنه. انما احنا كخط المحامين بنقول انصر، او ده مبدا عندنا، انصر اخاك ظالما او مظلوما. ما هو هتروح منه فين؟ هتروح منه فين؟ وخلي بالك بقى، احنا عمرنا ما تفوتنا لا ما احنا عايزين نسمع عشان لسه هنتكلم كتير. احنا عمرنا ما انا هقول لك حاجه. احنا في اليوب مره، في اليوب حصل مشكله بين محامي وبين ظابط، وحصل مشكله بين ايدي وكان فيها عمر ماشي. وبعدين احنا عرفنا طبعا، اتصلوا بينا وجينا وجينا حكم دار وجيت ابدا نقابه المحامين مليانه ضباط وامن الدوله والمامور والحكم دار والبنا وشغل العمليه وسعت. واحنا صعدنا بقى، اصل خلي بالك في يوم شرير لما بتصعد ما بتقعدش تاني. لما المحامين بتصعد الدنيا بتوقف ما تقعدش لحد احنا نقعد. المهم جينا المشكله دي كانت مشكله، وظابط فعلا حصل مشكله ومسكوا في خناقه بعض والكلام ده كله. انا جيت قدام واحنا قاعدين في النقابه وكل القيادات دي موجوده، وكان مدير المباحث راجل محترم جدا جدا. فانا بيقول لي يا استاذ سيدي، يعني هو ينفع اللي حصل ده؟ قلت له يا باشا، بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا بالنسبه لنا لما يحصل مشكله هنا في المحكمة، فإحنا حقنا نتعامل بالطريقة اللي تتماشى مع الظروف الواقعة بالنسبة لي، لأن أنا في محل عمل. أنا طالما في المحكمة يبقى أي مشكلة تتعلق بعمل المحامي. لكن أنت حضرتك الضابط جاي عندك جاي حراسة، يعني وجوده بالنسبة لنا وجود عرضي، لكن إنه هو يتطرق لأن هو يبقى فيه عنف ويشتبك مع المحامي، لا. والمحامين قاعدين، قلت لهم عشان انا هقول لكم كلمه، انا هقول كلمه ومش هاجي الا اذا حصل. في الاصل العام بقى اللي احنا هنقوله، انك انت ليك كل ما تريده في اسم الشرطه بالاحترام والعلاقات المتبادله المحترمه ماشي والاخلاق. ليه بقى؟ ودي اكتر من القانون، خلي بالك دي اكتر من القانون. لاني انا هقول لك، انا واحد من الناس متسمعين محامين، احنا محامين عمرنا في حياتنا ما تعاملنا في اي اسم من الشرطه، سواء تخصنا او تخص مشاكل المحامين، بالقانون خالص. انما بالايه؟ بالود، بالاحترام، بالتليفون. والله بالتليفون بتتصل بالتليفون بمسؤول، والله في محامي عنه، في متهم عندي كذا 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 كذا، في محامي له مشكله كذا كذا، بتخلص. انما العنف لا يولد الا عنف. وبعدين في حاجه بقى كمان، انت بتصطدم بحاجه هنا، اصلا المفروض كمحامي مشهور عني ايه؟ الاحترام والاخلاق والادب والمعامله المحترمه، وخاصة ان انا منوط بيا اجيب للناس جميع حقوقها. فده بالنسبة لك شخصية، بتبقى شخصية منظومة محددة، ده ما يغلطش، ده المفروض اللي بيجيب للناس حقها، ده المفروض المحامي اللي بيوقف قدام المحكمة، ده المفروض المحامي اللي المجتمع بيجمع عليه. فإذا النهاردة ده هتسوي نفسك بظابط، خلي بالك احنا بنقول كده. انت المفروض يقول لك الظابط، يقول لك يا عم انت هتعمل حالك بحال ظابط؟ ده انت راجل محامي كبار قد الدنيا، ازاي؟ ما ينفعش. وانت المنوط بيك
ان في اي خلافات انت الفيصل، في اي خلافات انت المنقذ، في اي خلافات انت مسؤول عنها. فلما نيجي نقول بقى الشرطه هي دي، ونقول الكلام الاخير ان التعامل المحترم مع افراد الشرطه ومؤسسات الشرطه هو ده الاساس، هو ده اللي هو بيعلو عن القانون. لكن انت ليك حق في القانون تتعامل مع الشرطه، اللي هو تعمل محضر، تعمل محضر ومعاك توكيل، تخدم سبيل واحد برضه بالود. اما تيجي تعمل حاجه بقى تعملها ازاي؟ دورك كمحامي محترم بقى ازاي؟ في متهم عندك او في احد الافراد تم احتجازه بدون وجه حق، تم احتجازه بدون وجه حق، او اخلى سبيله من النيابه او اخلاء سبيل اي من النيابه والمحكمه وتم حجزه بدون وجه حق، هنا بقى دورك كمحامي، دورك كمحامي فاهم قانون بقى، مش هتروح للضابط تقول له انت حاجز بدون وجه حق، لا ما ينفعش. انت هتروح للنيابه وتقدم طلب وتاسس طلبه ان الراجل ده تم اخلاء سبيله من النيابه العامه يوم كذا بتاريخ كذا، وللان لم يتم اخلاء سبيله واستمر حجزه بدون وجه حق حتى الان، ويتعرض واخشى ان يتعرض لامور تؤدي الى ان هو يبقى مشكله بالنسبه لي. هنا انت بقى بتروح تودي الطلب لمين؟ للنيابه. استنى يا استاذ، استاذ استنى، لو عامل عام جاي وقته، امال النيابه دي قاعده بتعمل ايه؟ بتروح لمدير النيابه بتاع الاسم بتاعك وتقدم له طلب، الراجل ده محجوز بدون وجه حق. بيعمل ايه بقى مدير النيابه؟ بيقوم متصل بالمأمور يقول له في فلان ده محجوز عندك من تاريخ كذا، حجزه ليه؟ المأمور طبعا بيخاف، ده حجز بدون وجه حق، المأمور هيبقى في مشكله بالنسبه له. بيقول له يا باشا لا ده مش محجوز، بيقول له لا محجوز، وينتقل وكيل النيابه ويفتش الاسم ويشوف الراجل ده موجود ولا مش موجود، واذا ثبت ان الراجل ده محجوز فعلا وكيل النيابه هو بيفتش لقاه موجود، وكيل النيابه بيعمل ايه؟ بياخد المتهم معاه ويطلع على النيابه. خلي بالكم من الاجراء، بيصطحب المتهم المحجوز بدون وجه حق ويطلع على سرايا النيابه ويجيب المأمور ويجيب رئيس المباحث تعالوا، ويسأل المتهم بقى انت اخلى سبيلك امتى؟ يقول اخلى سبيلي يوم كذا، ووكيل النيابه يجيب الدفتر اللي تم اخلاء سبيله فيه ويثبت ان ملحوظه تم اخلاء سبيل المتهم يوم كذا، وهو راح الاسم جابه بيثبت الساعه اللي انتقل فيها الاسم وتم وجود المتهم وتم استحامه لديوان الاسم ديوان النيابه الساعه كذا، يبدا يسال من اللي حجزك؟ اه فلان فلان ضابط وده ويبدا يجيب المأمور يساله متهم، يساله متهم، يسال المأمور متهم، ويسال رئيس المباحث متهم، ويقول له انت متهم بحجز مواطن فلان الفلاني بدون وجه حق بالرغم من ان المحكمه اخلت سبيله يوم كذا، ويقول له قال انت متهم بعدم تنفيذ قرار النيابه باخلاء سبيل متهم، انت متهم باستعمال القوه والقسوه مع المتهم، كل ده يساله. القصه دي بقى لو تمت شوف ده المامور هيجرى له ايه، وشوف رئيس المباحث هيجرى له ايه، ده دور المحامي. وفي بقى وكيل نيابه، بس وكيل نيابه صح، مجرد ما تروح انت تقدم طلب حجز بدون وجه حق يقول لك استنى يا استاذ خليك كويس، ويقوم يقول جاي عامل مذكره بناء على كذا قررنا الانتقال لديوان الاسم، ويقوم ينتقل بدون ان يتصل بالمامور او يتصل برئيس المباحث، ده وكيل نيابه اللي هو بقى ينتقل يلاقي المتهم يعمل الاجراءات دي، يعمل الاجراءات دي. فدي انت لازم تبقى انت فاهم ده، لان ده انت هتتعرض له كل يوم، هيجي لك
جارح هيجي لك واحد يقول لك الحق خد ابني بقى له 3 ايام وما اعرفش عملوا له ايه. قدامك حاجات هتعملها علشان لان ربما يعمل له قضيه، ربما يعمل له جنايه، ربما يعمل له. وهنا بقى، هنا بقى المحامي اللي هو اللي انا عايزه يبقى كده. مجرد انت ما يجي لك تلقي خبر من احد المواطنين ان تم القبض على ابنه يوم كذا وبقاله 3 ايام ما تعرضش وما نعرفوش فين، قدامك تلغرام محامي العام، تلغرام النائب العام، تلغرام مدير الامن او اي تلغرام احد، وقدامك تروح تعمل محضر بالاسم. انا ابني خرج بقاله 3 ايام ولغايه دلوقتي ما اعرفش فين، والتلغرافات النيابه هتجيبك تسالك فيه. يبقى انا هنا انت عملت تحصينات وضمانات للراجل ده، لان ممكن في الغالب يتعمل له قضيه مخدرات، يتعمل له قضيه سرقه، قضيه مفتوحه يشيلها. طب انت بقى لما عملت التلغراف ده وطلع ان تاريخ القبض على الراجل ده بعد التلغراف، هيبقى ايه الحل؟ يبقى انت ثبتت ان الراجل ده تم القاء القبض عليه قبل اقترافه سمة فعل مجرد، قبضوا عليه لانه هو قبض عليه وعمل تحريات وعمل اذن وهو عنده بالاسم. ده ضبط مخالف للقانون تماما، ضبط قبل اقتراف المتهم سمة فعل مجرم، وضبط مخالف للقانون. خلاص قول بقى انت في النيابه قول في المحكمه زي ما انت عامل ماشي. ده دورنا في الايه؟ في الشرطه. يبقى عايز اكد على ان العلاقه اللي بيننا وبين الشرطه هي اساس التعامل المحترم، وانك تخلص كل مصالحك. وده الكلام ده على الطبيعه انتوا بتشوفوه وعارفينه والكلام ده كله. عايزين ننقل بقى. قول يا استاذ. واحد راح الاسم مجني عليه. مجني عليه اتقبض عليه؟ ليه؟ طب انا عايز اسمعك، انا مش سامعك. اتكلم انت بتتكلم، اسمع ما. ايوه المجني عليه بيقول للظابط انا هتصالح مع المتهم. عشان ياخدوا. ده الشرطه؟ تمام. اتفضل اتفضل يا استاذ. هقول لك اتفضل. بيحصل الكلام ده، بيحصل في حاجات اكتر من كده. طبعا احنا بنتكلم في عموميات، لكن في خصوصيات طبعا زي ما بيقول الاستاذ كده فيه اكتر، فيه اكتر. يعني في واحد مجني عليه راح الاسم من البلاغ اتهم اشخاص، واحد او اثنين او ثلاثه. الاجراء اللي بيتم ايه؟ ان بيتعمل محضر، بيروح المجني عليه المستشفى يعمل تقرير طبي، يرجع بيه على الاسم، يبداوا يجيبوا يعمل طلب حضور للايه؟ للمتهمين. ما جوش المتهمين بيعرض المحضر على النيابه، والنيابه بتدي ضبط واحضار. وفيه بقى مجني عليه زي ما قال الاستاذ عمل محضر واستوفى كل ده، والمتهم اللي هو اتهمه الضابط مش عايز الموضوع ده يمشي. الامر يهم ان لا لازم تستوفي. ليه؟ هنا بقى الضابط ده خرج عن اختصاصه الوظيفي والقانون، ومش من حقه يقول كلمه زي دي، لان من حقه العكس، ان هو مع المجني عليه ولازم يبعت يجيب المتهم ويساله ويعرض على النيابه، لان في تعدي على جسد المجني عليه، يبقى هو الاولى بالرعايه. انما المتهم في قانون تاني بيحكمه، لازم يجي ولازم يتسال ولازم يروح لده، وربما الاصابات اللي موجوده في المجني عليه تبقى النيابه تحققها، ما تاثرش على ظهر المحضر وتحقق وتحبس ممكن. يبقى اذا هنا الضابط بيضيع حق المجني عليه. ده حق. انت بقى يا استاذ عرفت الموضوع ده، اولا من حق المجني عليه يرفض، محدش عنده حاجه عنده. انت حضرتك عرفت الموضوع ده، تطلع النيابه وتقوم عامل بلاغ للنيابه،
في مجني عليه كذا كذا وعمل الحكايه اللي انت حكيتها دي، وتقول ان هو بيتعرض لاكراه وضغط من الضابط فلان الفلاني لارغامه على التصالح. بس ايه يجيبوه ما هو المجني ليه عندهم؟ ما هو المجني ليه عندهم؟ لا ما انا هحاول انا بتكلم في الجزئيه دي. المجني عليه المجني عليه اولا مش هيبان، ما ينفعش المجني عليه يبان. المجني عليه اللي خلي بالك المجني عليه بيجي ويتسال ويمشوه ويقولوا له وياخدوا تعهد عليه في حضور صباح بكر العرض على النيابه. ده مجني عليه اللي بيتحج المنتهى. فا ايوه يا استاذ. اقول ايوه متهم راحوا ما لقوهوش جابوا اهله. هرد لك على دي بقى، بس عايزين نرد رد موضوعي والايه ونعيش احنا كاننا بقى ايه اهل المجن عليه او كاننا المجن عليه. يا استاذ اسمعوا بقى اسمعوا. نعم هقول يا بيه. ده بياخدوا الاب وبياخدوا الام وبياخدوا الاولاد وبيعملوا كل حاجه. وانا ما احنا مش بعيد عن الاحداث. بص يا استاذ استنى. نعم مال ايوه الحكومه شخصيه. ايوه يا استاذ ده القانون ده يا استاذ. العقوبه شخصيه يا استاذ اصبر. العقوبه الشخصيه احنا عارفين يا استاذ. ولا تزر وازره وزر اخرى، ده ربنا قال كده والقانون قال كده. انما بقى عايزين نعيش في ارض الواقع. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بيحصل وبيحصل اكتر منه. ازاي؟ في جنايه قتل. عشان نتكلم بقى في مجني، في مجني عليه او في ناس طلعوا على بعض الاشخاص او في خلافات بينهم واعدوا العده ورتبوا واتفقوا على ان احنا هنقتل الناس دي وحددوا ميعاد للتنفيذ العمليه دي. يعني بقى في سفك اسرار، في ترصد، في قصه كده، وراحوا نفذوا. وهم بينفذوا العمليه هم قاصدين واحد، والراجل ده ماشي كان فيه ناس ماشيه، وهم بقى ثلاثة بيضربوا بالسلاح آلي، والسلاح الآلي سريع الطلقات. مات بقى كام واحد مع الراجل ده؟ مات ثلاثة. تصادف وجودهم انه ماشيين. فيبقى الناس دول قتلوا أربع أشخاص، قتلوا فلان وقتلوا فلان وشرعوا في قتل فلان والكلام ده كله مع سبق الوتر واقتنعت الجنين، يبقى إيه؟ دخلنا في موال الإعدام. والمتهمين هربوا. مشوا. ما حدش اتقبل عليه خالص. طيب. دخلت هنا في مجني عليه. في أربع أسر مجني عليهم. أب وأم وإخوات ابنهم اتقتل. ودول طبعًا عاملين ذعر للداخليه ومش قاعدين وعمالين يعملوا شكاوي ولادهم. حط نفسك بقى، كلنا اي واحد فينا كده يحط نفسه مطرح ابن المجني عليه او اخ المجني عليه او اب المجني عليه اللي اتقتل. ما نتكلمش بقى ايه كمتهم واحنا قاعدين معاه، لا حط نفسك ماذا تفعل لو وجدت في مثل ظروف احد المجني عليهم اللي تم قتلهم من المتهمين دول. هتقول بقى ده انت هتعسكر في الشرطه، ده انت هتعمل بلاغات للدنيا كلها، ده انت مش هتخلي الناس لغايه دلوقتي المتهمين ما جوش، لغايه دلوقتي المتهمين هاربين، لغايه دلوقتي حر طليق والدم مش عارف ايه، والدنيا هايجه ومش هتقعد. والشرطة بقى هنا تعمل ايه؟ تعمل كل ما هو غير مباح وغير قانوني. ليه؟
هي عايزه كده المتهمين، عايزه تطفي النار بتاع الناس دي اللي ولادهم اتقتلوا دول، عايزه يبقى فيه الاستقرار، الناس دي تقعد شويه. لما يجي بقى المتهمين يرموا، مش في البيوت طبعا، كله خدوا سكه تانيه بره وبعيد عن اعين رجال الامن. وفي نفس الوقت القيادات الامنيه عماله على دماغ الضباط مطلع روحهم. ازاي لغايه دلوقتي البلاغ ده ما جاش؟ ازاي المتهمين ما جوش؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انت وبتلاقي تشكيل من الشرطه بيشتغل على كافه المستويات. يعني الواقعه في اسم الازبكيه مثلا، تلاقي القاهره كلها شمال وجنوب وشرق وغرب كله جاي يشتغل. فريق بحث كبير. ليه؟ مضغوط عليهم لازم المتهمين تيجي. طب انا بقى عجيب الناس اللي مش لاقيه، اقوم اروح اجيب ابوه، اجيب اخوه، اجيب والدته، اجيب زوجته عشان اوجعه عشان يجي. بخلي بالكم الحاجات دي احنا عارفينها كتير يعني، عشان يجي. هما لما بيجيبوهم بيجيبوهم ما بيحجزوهمش رسمي اصلا خالص. ما بص يا بعد اذنك، بص يا بعد اذنك حضرتك، يا مش عايزين نهرب من الواقع، انا بتكلم واقع. واحسن بص يا استاذ هقول لك حاجه، انا بتكلم دايما واقع. القانون احنا حافظينه، انما الواقع خلي بالك هو الحل الوحيد لحل المشكله. يعني انا في المحكمه بترافع واقع كويس قوي، يعني الدايره بتقول لي احنا مبسوطين لانك انت بترافع في الواقع وترافع في الموضوع. يا باشا الكتب في حاجات وقانون اجراءات في حاجات لا مؤاخذه، يعني الضابط ده هيشتغل بالقلم والورق، مش هيقوم يخرج من مكتبه كده. الضابط ده مش هيخرج من مكتبه خالص، لانه لو علا صوته جريمه، لو شاور في وشك كده قال استاذ ايه جريمه، هتشتكي الصبح للنيابه. يبقى اذا لما احنا هنشتغل بالطريقه دي يا استاذ، اذا كان العنف دلوقتي في الدول الاوروبيه فاق اللي ما حصل، احنا ما عملناش حاجه زيهم. فلما يكون يا استاذ بص تجاوز في سبيل الحفاظ على ارواح البشر، التجاوز من افراد الشرطه في سبيل الحفاظ على ارواح البشر وضبط المتهمين الهاربين اللي هم بيرتكبوا جرائم قتل بدون وجه حق، ده احنا ما حدش هيقدر يقول في حاجه. لان انت حضرتك ممكن تتعرض لده، وانا اتعرض لده، والاستاذه تتعرض لده. ده كلام، انما ده جريمه والعقوبه الناس ما صح، ما تقبضش عليه وتقبض على اخويا ليه ولا على ابويا ليه وانا اللي مرتكب الجريمه؟ لا ما بقبضش. انا بعمل بستعمل طريقه عشان انا اقدر اجيب الناس دي عشان نقدر الناس دي تاخد حقها. احنا هنتكلم النهارده، يعني انا هاخد رايكم، يعني هل نتكلم دلوقتي في الحضور في النيابه ولا نتكلم في جريمه التزوير؟ دور في النيابه؟ طيب ماشي، نخلي التبديل بقى معنا. هنا بقى انت بالنسبه للنيابه عايزين نركز برضه كويس فيها. النيابه بقى دورك هنا بيبدا في النيابه، ترفع القضيه. طب انت ليك حق الحضور بكل ما يعرض على النيابه، كل جنحه او جنايه اي محضر لك حق الحضور طبقا للقانون انك تحضر في كل التحقيقات التي تجريها النيابه العامه على كافه المستويات. طيب ازاي بقى الكلام ده؟ وفي نفس الوقت القانون منظم كيفيه الحضور في النيابه، وفي نفس الوقت القانون منظم كيفيه او ما هي حقوق المحامي في الحضور في تحقيقات النيابه، وبيضمن لك وحقك وانت حاضر في النيابه مع المتهم، بيبيح لك اجراءات معينه من حقك انك انت تتكلم. طيب ازاي بقى الحضور ده هيجي في النيابه؟ هنبدا بجنحه. في متهم جنحه تبديل، جنحة ضرب، وجنحة سرقة، أيا كانت الجنحة، وحضرتك موكل بالجنحة دي. والمتهم جيب الاسم معروض على النيابة. بتيجي المحاضر بتخش للنيابة عن طريق الحجاب أو الحرس اللي هو
جايب المحضر، سلمه الرئيس القلم، الرئيس القلم بياخد المحاضر يعرضها على وكيل النيابه. بيبدا وكيل النيابه، خلي بالكوا اللي بيمشي ده دلوقتي الساعه 3:30 اليوم ده غياب بالنسبه له، خلي بالكوا. فهنا واللي يمشي مش ما احنا بس اللي عايزين نقعد اللي عايزين نبقى محامين بقى، وخلي بالك اللي بيمشي ده مش هيبقى محامي، ده جاي عشان ياخد الشهاده ومش هياخدها ماشي، لكن اللي قاعدين دول هم المحامين اللي احنا حريصين عليهم بقى ونقعد معاهم لغايه ما هم عايزين. بس مش كله ده هيبقى محامين يعني، هنجيب منين؟ المهم لما يجي الجنحه محضر دخل ندى عند وكيل النيابه، فوكيل النيابه في ايه؟ اللي انت بتقول للحاجب قول لوكيل النيابه انا حاضر مع المتهم. فوكيل النيابه بينده المتهم وبينده حضرتك وتخش. خلي بالك بقى لما تيجي النيابه تنظر محضر الجنحه، محضر الجنحه مش كل محاضر الجنح بيتم تحقيقها. لا، وكيل النيابه بيأشر على ظهر المحضر. جنح الضرب مثلا، وانت حضرتك دخلت وكيل النيابه قرا المحضر وسال المتهمين اذا انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ فلان فلان. انتوا ضربتوا المجني عليه ليه؟ يقول لا احنا ما ضربناش يا باشا، مش حاجه. يكتب كده وكيل النيابه يثبت الساعه كام؟ فتح الساعه كام؟ وبمناسبه حضور المتهمين امامه سالناهم شفاهة عن التهمة المسندة إليه فأنكرها، وحضر معهم الأستاذ فلان وطلب إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه النيابة العامة، أو بضمان الموظفين إذا كان موظف تقول بضمان وظيفته، أو إذا كان اصطلحوا بتقول إن أنا بطلب إخلاء سبيل المتهمين وبطلب انقضاء الدعوة بالتصالح. دمس من طلباتك وبعد كده كنت مفضل فضل استاذ. قال الحضور في الجنة، يبقى النيابة بتأشر على ظهر المحضر وبتثبت حضور المتهمين وبتسألهم عن التهمة شفاهة وبتثبت حضور المحامي وطلبات المحامي. خلاص هيكون عرفنا. نيجي بقى في الجنايات، جابة اختصاص أوسع. نبي من يا باشا؟ بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، لو المتهم معترف من حق المحامي في النيابه يطلب اخلاء سبيل، لان ده حق المحامي. من حق لو معترف من حق المحامي يطلب اخلاء سبيل ويقول لان الاعتراف ده وليد اجراء معنوي حيث انه تعرض له وكان الضابط حاضر مع المتهم اجراءات التحقيق في النيابه، وانه توعد المتهم انه هيرجع بعد العرض على النيابه وان احنا هنعمل فيه ده. انما هل في، طب امال المحامي داخل ليه؟ هو في متهم ملوش حق؟ ده بالعكس، ده قانون الاجراءات نص على ضمانات المحامين اقوى من المحكمه واقوى من المحامي، ضمانات المتهمين. فما فيش محامي ملوش دفاع. لا، لو كان هناك اعتراف تفصيل فمن حق المحامي ان يطلب اخلاء سبيل المتهم في النيابه ويبرر طلبه ان الاعتراف اعتراف معنوي تعرض له المتهم وتعرض له اهل وكان الضابط موجود حاضر التحقيق وقال لي لو ما قلتش كده انت هترجع تاني. ممكن يكون الاعتراف ده فعلا وليد اكرام، ممكن يكون الاعتراف وليد اكرام، والاكرام ده كان بمعرفه الشرطه وجابوه عشان يعترف لان مش لاقيين متهم، ومش هو المتهم ده مش عارفين يوصلوا له، فلا وفي ما فيش ضمير، فبيجي يعترف ويقول ويروح النيابه ويروح معاه ويروح مع النيابه فعلا ويعترف يقول لو غيرت ده انت عارف هتجن هنعمل فيك ايه. انما محامي ما اقدرش اولا ما تقدرش تقود الادله ثابته، المحكمه اللي تقود الادله ثابته،
النيابة سلطة التحقيق، النيابة بتثبت ما يقرره المتهم أثناء استجوابه، والشهود نفس الوضع. يبقى كل اللي بيدور في النيابة أو كل اللي بتعمله النيابة هو إثبات ما يقرره المتهم من أقوال أو شهود، أيا كان عدد الشهود أو تعديلات بالشهر، كل دي تحقيق بس. إنما لما يروح المحكمة، المحكمة هي اللي هتقول بقى القدر والوصف الصحيح فين، والأدلة اللي المحكمة هتطمن ليها فين، والوصف القانوني اللي المحكمة هتعاقب عليه المتهم فين، وهل الاعتراف ده اعتراف صحيح ولا اعتراف وليد إكراه مادي أو وليد إكراه معنوي. هو كده، فالمتهم له ضمانة إلى أن يصدر حكم نهائي وبات ضده. أما المتهم في النيابة معترف، أقول لا أنا ما أقدرش أقوله عشان طب ما هو كده يبقى إحنا خلصنا القضية والنيابة خلصت ومفيش داعي نروح المحكمة ونشنو المتهم. ده المتهم بيبقى لغاية آخر لحظة ومعترف ورايح المحكمة وعنده إصرار مش خايف وانه هياخد براءه، وبتحصل عملي، وحصلت معانا عملي. فكل ده اجراءات، ما احنا نقول النيابه سلطه التحقيقيه، سلطه التحقيق وسلطه التهاب، ولكن الفصل المحكمه والمحاكم. وانت بتطلب خلال السبيل يعني عايز تقول يعني في يكون في لا بص هقول لك حاجه ده كويس. اولا قرار اخلاء السبيل دي مساله ترجع للنيابه، ده حر في قضيه. وخلي بالك اخلاء السبيل ده قصدي النيابه بتحبس، ده حابس، وقرار الحبس ده، حبس الاحتياطي ده، ده اجراء من اجراءات الدعوه الجنائيه، شانه شان اي اجراء، اذا انتفت علته فلا مبرر لوجوده. يعني لما المحكمه بتقول قررت المحكمه حبس المتهم 15 يوما او 45 يوم، ده مش حكم، ده قرار، والقرار ده له مبرر، زي الاستجواب، زي المواجهه، كل دي قرارات. لما يجي النهارده الاجراء بتاع الاستجواب ده زي اجراء الحبس الاحتياطي، طب ما هو في متهم بيحال محبوس يقعد سنه ويتحال محبوس لمحكمه الجنايات ويجي المحكمه تقضي له بالبراءة، ويجي متهم النيابه تخلي سبيله وهو معروض عليه حتى ما ياخدش اربع ايام، تخلي سبيله بعد انتهاء التحقيق ويروح المحكمه تقضي عليه بالاعدام. يعني الحبس الاحتياطي ملوش اي تاثير في التحقيق ولا له اي تاثير في العقوبه قال، لان ده الامور دي هي بتتحسب العقوبه بس. عايز اقول لحضرتك حاجه كويسه. بص يا بيه، في قضايا بتبقى الادله فيها ثابته تماما من اول ما بدات، وهي بدات باجراءات سليمه، اجراءات سليمه طبقا للقانون، واجراءات سليمه على صحه الوضع، خلصان، وتيجي المحكمة الغربة المشهورة تخلي سبيل المتهم، حد يشرح تخلي سبيل المتهم ايه؟ بتتحسب له من العقوبة، بتتحسب من العقوبة بفر براء، هيديكي تعويض كل ثلاث شهور تقريبا 9 جنيه او حاجة زي كده القانون كده. المهم عايزين نخرج من دي بقى، هنخرج من هنا. احنا قلنا ايه؟ قلنا دي لما هنيجي في الجنايه بقى، هتيجي في الجنايه
اتعرض محضر جاي بالاسم على النيابه. النيابه بتبدا في المحضر، محضر ايه؟ محضر مخدرات، محضر قتل، محضر سرقه، محضر تزوير، ايا كان المحضر. النيابه بتعمل ايه؟ خلينا مثلا محضر محضر قضيه مخدرات. اول ما المحضر بيجي من الاسم عباره عن ايه؟ خلي بالك، محضر تحريات مزيل باذن النيابه العامه، محضر ضرب. ثلاثة دول اللي هم باختصاص مأمور الضبط القضائي. الإذن بتاع النيابة الأول بياخد محضر التحريات الأول، يعرض على النيابة، النيابة بتديله إذن بالضبط والتفتيش، وبعد كده هو بينفذ إذن النيابة ويعمل محضر ضبط تنفيذا لإذن النيابة العامة. يبقى أنا عندي هنا دول الثلاث إجراءات دول موجودين، دول جايين على النيابة. النيابة بقى تبدأ هتحقق، تبدأ تفرغ المحضر، اسمه تفريغ المحضر. هفرغ دول كلهم، هيقول بمعرفتي نحن وكيل النائب العام، يبدأ نوفي يوم كذا، بمعرفتي كذا، نيابة كذا، والساعة كذا، حيث عرض علينا الأوراق والمحررة بمعرفة الرائد على المحضر رقم كذا والمتضامن. محضر تحريات صادر من النيابة العامة بناء على تحريات محررة بمعرفة الرائد فلان الفلاني، والذي قرر بها أن أحمد وعمر يتجران في المواد المخدرة ويحوزان ويفرزان في جزء من المواد المخدرة في أماكنهم وفي السيارة الخاصة بهم، وأنهم يحوزوا الآن المواد المخدرة وأسلحة للتعدي على القوات. وعرض على النيابة العامة وأمرت النيابة العامة بإذن له بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن والسيارة الموقع رقمها بالتحريات والموقع قريب أسمائهم بتوقيعنا الخاص به. وقد انتقل صحبة قوة من الشرطة السريين ومعه الرائد فلان الفلاني، وقاموا بالتوجه إلى محل إقامة المأذون بتفتيشهم، وقاموا بالوصول إلى أثناء وصولهم ده هو بيكتب إيه بقى؟ بيكتب المحضر اللي كان كنياب بيفرغه، وقال إن إحنا وأن اقتربنا من المنزل وجدنا أحد المأذون بتفتيشهم يفترش الأرض، فقمنا بإعلامه بشخصياتنا وطبيعة مأمورياتنا وإذن النيابة العامة، فسمح لنا بالتفتيش. فتشناه، عثرنا معاه على كيس بداخله سبع قطع، وبجواره كيس بداخله قطعة مستطيلة الشكل وتليفون محمول. وبالدخول إلى المسكن وجدنا باقي المأذون بتفتيشهم، فقابلونا وقلنا لهم، حطناهم بمأموريتنا والإذن والكلام ده كله، فسمحوا لنا بالتفتيش. فتشنا، لقينا في الأوضة اليمين على الداخل لقينا سلاح أسفل السرير، وبتفتيش الدولاب لقينا عصرنا على لفافة، لفافة بداخل كيس أزرق اللون بها بعض اللفافات بها مسحوق يشبه جوهر الزمان. فتشنا وعصرنا وضبطنا وخدنا واصطحبنا المتهمين إلى ديوان الملك. وبمناسبة تواجد المتهمين خارج غرفة التحقيق دعوناهم داخلها. خشوا ثلاثة، اسمك اكتب أسمائهم. ورأينا سؤال المتهم الأول وأمرنا بخروج باقي المتهمين خارج غرفة التحقيق، البلد، لأنه ما يقدرش يسأل المتهمين وهما معلمين وهما معلمين. في المتهمين دول ثلاثة أربعة، يسأل المتهم والمتهمين موجودون؟ لا، ما ينفعش. يقول أمرنا بسؤال المتهم ده وأمرنا بخروج المتهمين خارج غرفة التحقيق، يبقى يخرج.
زي المحكمة ويبدأ يسأله سي اسمي كذا 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 سنك شغل ايه كذا قبل الكلام ده كله بقى لما يقول ودعوناه داخله وامرنا الدكتور الخروج يقول بقى وبمناظرة المتهم تبين خلو جسمه من جميع الاصابات وبسؤاله شفاهته عن التهمه المسنده اليه اللي هي انت متهم بحذف المضرب انكره وبسؤاله عما اذا كان لديه شهود نفي او محامي شهود نفي يبغي الاستشهاد به او محامي يحضر معه اجراءات التحقيق خلي بالك ده القانون ده القانون ده الضمانات بتاعتك ده دورك بيسالهم مش هو المدن الحاجب معاك لا ده بيسالهم عن بياناتهم وبيسالوا عن التهمه وبيسالوا عن عندك شهود عايز تجيبهم نجيبهم عندك محامي يحضر معاك اجراءات التحقيق طيب هو ساله اما اذا كان لا ايوه ايوه انا معايا شهود فلان وفلان ويقول باسمائهم ويكتبهم وحاضر معايا الاستاذ اجراءات التحقيق يبدا الاستاذ يخش ويبدا التحقيق يبدا بقى ايه النيابه امتى اجراءات التحقيق انت قاعد بقى ثبتت حضورك وسددت الدبغه والنيابه تبدا اجراءات التحقيق بيبدأ يستوعب المتهم انت هنا حارس امين ضامن للمتهم وهو بيتحقق معاه في النيابه ليه؟ ليه هما اشترطوا بدون محامي؟ ليه المشاكل اشترطوا بدون محامي؟ ليه؟ ضمانة للمتهم وخوف على المتهم لأن وهو في النيابه ممكن النيابه تساله اسئله ايحائيه توحي بان هناك اعتراض ولا في عدد مراقبه ولا في مراقبه شخصيه هنا اي كلام هيقوله لصالحك بمعنى ان كل الاسئله اللي انت بتوجهها لشاهد الاثبات فهي دليل عكس الدليل المقدم من النيابه وخاصه ان اللي بيتكلم ده شاهد الاثبات اللي هو شاهد إثبات على صحة الواقع بيأكد النهاردة إن لا ده فيه شك كده من كلامه ده فيه احتمالات طب ما أنت بتقول الواقع صحيحة وفي نفس الوقت بتقول إن إجراء الضبط كان قبل إذن النيابة هنا ده دورك بمعنى أصح في إيه؟ في النيابة بعد ما تخلص بقى التحقيق بتطلب الخلاصة من المتهم طب لو انت عايز تجيب شهود ما انت لازم تجيب بقى لان المتهم استسلم بشهود اثناء استعلام النيابه منه عندك شهود قال لهم عندي مين قال لهم كان فلان فانت بتطلب اخلاء سبيل المتهم بقى ضمان قرار النيابه عامه تاسيسا على انتفاء قرارات الحبس الاحتياطي وان المتهم محل اقامه سرقه معلوم وان التحقيق وان الحبس الاحتياطي اجراء من اجراءات الدعوه الامنيه ولا يؤثر على حاجات كتير جدا هنا بقى لما انت توصل لان النيابه كده خلصت الشهود وخلصت كل حاجه بتبدا تقول لك طلباتك تبدا تطلب طلباتك وتطلب سماع شهود ولو انت عايز تطلب حاجه تاني من اي جهه ان انت تتعلق بالدعوه تطلب تطلب معاينة من النيابة، طب افرض النيابة والقضية دي ما عملش معاينة والمعاينة دي تهمك جدا وتهم المتهم لأن لو وكيل النيابة راح عايز مكان الضغط العثور على المضبوطات محل الكذب ده هيلاقي المكان ده يخالف تماما ما قرر به محرر المحضر القائم بالضغط بالنسبة له تبقى ده دليل مادي خالص دليل مادي خالص المعاينه دليل مادي خلص القضيه ممكن انه بيقول لك ان مكان الضبط ده في شباك بيطل على الشارع وما
وما فيش فيه مسلاك وما فيش فيه اي حاجه خالص، وضرفتين كده سهل الفتح. ايه ده بقى؟ تخش انت بقى في القلب. يبقى هنا مكان الضرب يعتبر مشاعر ولا يوجد سيطره متهم عليه، وان مكان الضغط مطروح للكفه ويمكن للغير الوصول لمكان الضغط ودس المخدر فيه. ليه بقى والنبي بتقول لك ايه بقى؟ لابد ان تكون الحيازه للقائم على الحيازه ده سلطان مبسوط على مكان الضغط. حيازه بمعنى القانون المالي، سلطان مبسوط على مكان الضغط وللشخص سيطره فعليه وماديه عليه ولا يمكن للغير الوصول لمكان الضغط. الحيازه، الحيازه محل المسؤوليه. مش نقول كلام حيازه كده عديد، لا، الحيازه محل المسؤوليه القانونيه اللي يسال عليها المتهم الشخص لو كانت هذه الحيازه تستعمل في نشاط اجرامي، مخزن السلاح، مخزن السلاح. لا معي، برافو عليك، برافو عليك يا استاذ خالد. بص برافو، الكلام الكلام بتاعك كلام حلو قوي. بص المهم المحامي، والمحامي حر في طريق التكوين بتاعه، المحامي حر في تحديد الوقت الذي يترافع فيه، المحامي حر في القيام بكل ما هو صالح في صالح الوقعة ويعزز موقف المتهم، سواء كان الوقعة بداية أو الوقعة مدنية. ولا سلطان لأحد على المحامي حتى لو كان الموافق. قولا واحدا، انت مش هتترفي النهارده، انت هتأجلي عشان عايزين طلبات، وبعد الطلبات ما تيجي جت حاجات ثانيه هتجيبيها، ما يقولكيش يا استاذه انت هتطولي وانت مش عارف. لا اتكل على الله، اديله ورقه. طبعا للاسف الشديد بقى احنا عايزين برضه نتكلم للاسف الشديد يعني في محامين بيفرطوا في الصوم، وفي محامين بيهينوا المهن. يعني المحامي لما يكون حضر جلسه وترافع وبذل عنايه تحقق ومجابها نتيجه لمصلحه المواطنين، يبقى يتشتم بابشع الالفاظ، ينتهك ويعدي الجهل. لا خلاص، عشان تبقى عارف، عشان تبقى عارفين يا سادة، إن لم يكن هناك كرامة وشخصية محترمة واعتزازا بالدم، ولا تسمح لأحد أيا كان حتى لو كان رئيس المحكمة أن يمس كرامتك ولو بكلمة، ولو بكلمة. لا، المحامي خط أحمر، لا يجوز لأحد أن يقترب خالص، وهو ده الحقيقي، والله هو ده الحقيقي. خلي بالكم، احنا بنترافع في قضايا وبناخد فيها مرور، وبناخد فيها مؤجل، وبناخد فيها اعدام. اقسم بالله الحكم ما بيغير مشاعر صاحب اللي هو المضرور من الاول خالص. انت بتاخد عضو، انت بتترافع، خلي بالكم، انت بتترافع وتعمل اللي عليك وترضي ضميرك وتبقى راضي على ادائك مع نفسك، وتبقى راضي وضميرك مرتاح وانك انت ارضيت ربنا.
وما يفرقش ابدا خالص، تاخد اعدام، تاخد براءه، تاخد مؤبد، مش ممنوعه. لا لا ماشي وضدكم. دي عارفة يا أستاذ، بص فاحنا قلنا قانون الاستاذ الامريكي، قانون زي الامريكي حق اننا ننتج حاجه معينه. انت حضرتك بس خلي بالك مع مراعاه حاجه، لان دي بتحصل كل يوم. بتبقى في ده قضيه قتل، بيبقى اهل المجني عليه موجودين، واهل المنتهى موجودين. ماشي، خلينا في التمرين زي ما انت بتقول. هقول لك في التمرين وهم شايفينك بقى المحاميه دي حاضره مع التمرين. ما انا هقول لك اهو، انت حاضره مع المبنى عليه مش كده؟ طيب الدنيا كلها متعاطفه معاك، المحكمه متعاطفه معاك، والنيابه متعاطفه، والحرس متعاطف معاك، وكله متعاطف معاك. فانت رايحه تطلب من المحكمه اللي يعني حضرت تجاوزا كده في التكتيك، ما بلاش حاجه يعني من حقنا حضرت التكتيك في حد الاطلاق. لكن تجاوزها المحكمه عشان مبنى عليه وبتاع، فالمحكمه عاطفيا. المهم ف بعيد عن القانون بقى، هتلاقي لا المبنى عليهم طايقين المتهمين، ولا المتهمين طايقين المبنى عليهم. ده طار، ده دم، عايزين يموتوا بعض في المحكمة، مش مشكلة. ماشي؟ فالمحامين بتاعهم بياخدوا قسط من ما قصدنا كلنا بنتعرف، مش مشكلة يعني. فهنا يقول لك إيه؟ بتوعك دول هما مش يعني أنت كمحامية مع المبنى دي مش عايزين، مش قابلين كلهم، أو المبنى عليهم كلهم مش عايزين، ممكن يتعدى عليكم كلام يعني كده. ده بقى من الناحية النفسية ما يضايقكيش. اسمعيني بس، اسمعيني من ناحيه ما تضايقكيش خالص. ليه؟ لان انت بحكم وظيفتك، بحكم صفتك، انت محاميه جايه ربنا. فده طب ما احنا كنا بنتعرف بكده، بس اتقال، قالوا هو المحامي اللي حاضرين معاه مش عارف مين، والمتهم ياخد براءه اللي زغلط، وده اللي مصور، وده مش عارف ايه، قصه كده. فاحنا لكن لما الامر يصل الى التعدي الغير مقبول، في قنوات شرعيه بتطلعي للمحامي اللي عن فوق، معاكي شكوى اثناء خروجي من الجلسه، تعدى عليا فلان وفلان 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 وفلان، وكان ذلك امام حرس المحكمه. ماشي؟ بتتحقق وبتتحقق كويس قوي قوي، وبتلاقي الدنيا كلها بتتعلى عليك عشان تتنسي. لكن المحامي وهو في سرايا المحكمه او في النيابه، فهو بياخد حكم ضمانات القاضي والنيابه وكده. ليه؟ لان انت احنا كلنا بنشتغل قانون اكيد. فاي تعدي ما في المحكمه، لا انت من حقك ده شويه، لان ده بيحصل كل يوم، وتيجي الناس تتحايل علينا والنبي مش عارف ايه، وعشان تخون الناس اصل ظروفهم واصل واصل واصل. لا زي يعني يوم لينا ويوم علينا. فحقك لكن و هو عليك ما بتسيبش بعض ليه؟ ايوه كده صح والله. وخلي بالك وممكن يكون سبب مشكلته حاجه، والله ممكن يكون سبب حاجه، ما
لكن ما كان ساعتها بقى كنت هتطلعوا في الجرايد بقى وفي التشتير والدنيا مش كده يعني. اللي احنا عايزين نقوله بقى في الاخر. نعم. فين؟ مين اللي هنا كان بيكلمك؟ انت غلط. اسمعني بقى. انت غلط. بص هنا لما بيجي الحضور دلوقتي في النيابه وهمي يعني لازم كل متهم بالنيه ويكون على قوات الحمله كده لابد من حضور معين.